شهد العام الحالي تنفيذ أول خطوة في المشروعات القومية بتوسعة قناة السويس على امتداد 42 كيلومتر بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه. قاد الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة لقاء تدشين الموسم الثقافي الجامعي والذي امتد لثلاث ساعات تحت قبة الجامعة، حضره رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وهو ما يعطي نوعا من الأمل لاستقرار الجامعة وعودة الأنشطة الثقافية بها. أكد عدد من الخبراء العسكريين والأمنيين أن العمليات التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية في سيناء نجحت بنسبة كبيرة جدا في تضييق الخناق عليها، مشيرين إلى أن نجاح الأمن في تصفية كثير من قيادات الجماعة أفشل مخططات هذه التنظيمات الإرهابية لتحويل سيناء إلى بؤرة لاستقطاب العديد من التنظيمات والجماعات الإرهابية. ربما يقول قائل إن ثمة فجوة ما زالت قائمة بين النظام المصري وبين بعض شبابه أو كثير من شبابه، بين قطاعات من شبابه، ده كثير ولا بعض. وبالتأكيد هذه الفجوة مش النهاردة، مش امبارح، ربما من أيام محمد علي موجودة يعني. إنما حتى داخل هذه القطاعات الشبابية ستجد وترصد بسهولة إن هناك من يقول لك نحمد الله على ما نحن فيه. ده أنت بتحدثني عن تنمية ناقصة، لا أنا بحدثك عن بقاء دولة مصر بحدودها بموقعها ربما لم تكن موجودة إذا لم يتدخل الرئيس السيسي. انظر إلى العراق، انظر إلى ليبيا، المقولة اللي احنا عارفينها. على الجانب الآخر هيقول لك والله أنا أحدثك عن السياسات، أحدثك حتى عن مبدأ أن يعرف المواطن ما يدور، فكرة الشفافية، لا أحدثك عن إنجازات على الأرض، مش عاوز اقتصاد، مش عاوز تحل مرور، بس أحلبك عن شفافية. يأتي مثلا أستاذ مكرم، وأنا حريص أن أقول لك الخبر كما أذيع وكما نشر، وسيادتك أستاذنا، إن يقرر الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة اليوم الأربعاء 26 من نوفمبر قبل مظاهرات الإخوان يوم 28، يقرر غلق نفق الأزهر من الخميس حتى صباح السبت، أيوه قبل 28 نوفمبر، عشان لأعمال الصيانة، فيتستاء الشباب ويقول يعني ايه يعني ايه يعني هو الصيانه فقط يوم التظاهر؟ ما المانع ان يقول حفاظا عليه من تهديدات امنيه من مجموعه من المخربين؟ ما المانع؟ عاوز من سيادتك تعليق. انا مع الشباب في هذا الانتقاد الحقيقي، لانه احيانا كثير من المسؤولين يستصغر عقول الاخرين ويقدموا مبررات غير حقيقيه لتبشير اشياء يمكن ان تقول اسبابها الحقيقيه بوضوح، ومثال ذلك نفق الازهر. ما الذي كان يمنع بالفعل ان محافظ يقول ان متاسفين جدا لكل سكان القاهره سوف نغلق هذا النفق حفاظا على امن، لان جماعه الاخوان المسلمين لا تزال تعبث ولا تزال كذا، كل الناس هتضرب تعظيم سلام. ونحن نسعى يا استاذ مكرم الى دوله الشفافيه، هل يزعجك مثل هذه التصريحات، مثل هذه النماذج من التفكير؟ تزعجني كثيرا لانها بتعمل مشاكل حيث لا يعني حيث لا ينبغي ان تكون هناك مشكله. نحن في غنى عنها. صحيح. انت اللي بتخلق لنفسك مشكله لانك تتصور انه الناس يمكن ان ينضحك عليها، لانك انت مش فاهم ان الراي العام قد اصبح اكثر رشدا واكثر عقلانيه، لان قدرتك على الاقناع وتقديم المعلومات الصحيحه ضعيفه. هذا هو يعني البيروقراطية المصرية لا تزال بها عيوب كثيرة تمنعها بالفعل من أن تحظى بثقة المصريين، لكن في النهاية يعني أعتقد أنه أمامنا مشكلة حقيقية تتعلق بهؤلاء الأجيال. أنا شايف برضو أن السيسي عامل فيها اختراق جيد، وشايف أن في إمكانية أن هذا الاختراق يتسع. أنا كنت ممن شاهدوا احتفالات بداية الموسم الثقافي لجامعة القاهرة اللي حضروا إبراهيم محلب، كنت أتصور أن إبراهيم محلب سوف يكون محاطا بجو العداء. القاعة كانت مملوءة على آخرها بأساتذة الجامعات والطالبات، وكان الجو حميميا ومناخا وطنيا، ومحلب الحقيقة بتلقائية شديدة وشفافية قدر يكسب القاعة. شايف أيضا كمان انه كثير من الشباب يريد بالفعل ان هو ينفض عن نفسه هذه الاثقال، ولا بد ان نساعده بالحوار.
وسيادتك كنت ذاكر ده في مقالك اليوم. نعم. مقالي اليوم في الأهرام. مقالي عن عن, عن, نعم. عن هذه الظاهرة، لأن أنا حقيقة يعني، وأنا قلت في المطار أنا أخشى أن يكون يعني قد سرقنا يوما غير عادي وإن هنرجع تاني، لكن مع ذلك إنه الموسم الثقافي يبدأ ها بهذا الشكل، وتاني يوم قالوا لي بالفعل إن أكثر من 20,000 طالب حضروا فاروق الباز وكانوا سعداء جدا، يعني نأمل بالفعل، وهذا دليل على أننا لم نستخدم بالقدر الكافي أسلحتنا الثقافية والأدبية. وأنا شايف أنه هذه المشكلة واضح جدا أنه من اللي ممكن اختراقها ومن ممكن حلها. المشكلة الأخرى التي تكاد تكون جزءا من مشكلات الأمن القومي، أن احنا لابد أن نستقر على رأي النهارده في أكثر من 250,000 واحد من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين يعيشون وسط المصريين، طلقاء أحرار، لم يصبهم أي عقاب جماعي، لم يصبهم أي اعتقال، لا نعرف إذا كانوا معنا أو ضدنا، هيظلوا هاجزا قويا يعطل فكرة الاستقرار والأمن القومي ما لم نجد حل اليوم. ما هو الحل؟ أنا شخصيا بقول ينبغي أن نشكل، آن الأوان لتشكيل هيئة وطنية قومية للحوار والمصالحة الوطنية، شرطها الوحيد أنها تقبل الحوار مع الجميع، لا تنشأ من أجل جماعة الإخوان المسلمين. المجتمع المصري مليان مشاكل. من يتحاور مع من يا أستاذ مكرم؟ نعم، من يتحاور مع من من الفرقاء؟ كل من يرغب، ما الحوار سيكون بين الفرقاء؟ كل من يرغب في أنه هو يدخل هذا الحوار علشان يعمل مشاركة سياسية في البلد، ها؟ وليس على يديه آثار دماء ولم يتهم بارتكاب جرائم، أهلا به، سواء كان من الإخوان أو من الفلول أو من كذا، نرمم جراح هذا البلد. هذا البلد ما زال فيه جراح غائرة، أنا الأوان أن نرمم هذه الجراح، نتحاور مع الجميع ونتحدث مع الجميع ولا نرفض من يتقدموا ومن يؤكدوا نبذهم للإرهاب. أنا أعتقد أنه سكة المصالحة أو الحوار الوطني الواسعة ليس فقط مع شباب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن مع كل المجموعات الغاضبة اللي موجودة في المجتمع المصري، هذا أمر ضروري، لأن بناء مصر يتطلب حد معقول من الوفاق الوطني. تمام. يجمع البلد على أهداف. طيب. واحدة. أستاذ مكرم، يمكن من الأشياء التي يعني حازت اهتمام المتابعين من أسبوع تقريبا ما يعرف بالتسريبات. أي. وأنا عارف أنه موضوع مزعج، ويعني ودائما عندما نتحدث عن أي منشأة عسكرية نحاول، أو شيء مرتبط بالحياة العسكرية، نحاول أن نختار ألفاظنا حتى يعني لا نقع في ذلة، يعني دلة لغوية أو مهنية، إنما أثار الأمر ضجة واستغرب الجميع من التوقيت، لأن والله الأمر قيد التحقيق النيابة سلمته للمحكمة العسكرية، إنما الشباب بيسأل لو كان الأمر بيد الإخوان لماذا لم يصدروا مثل هذه التسريبات يوم الحكم على مرسي مثلا يعني. وعاوز بسيادتك تعليق. من نفس الكلام اللي بيقولوه الشباب، يعني أعتقد أن هذا، شوف، الإخوان المسلمين بعد 28، بعد فشلهم في 28 يناير، تحولوا إلى ماكينة همها الأول تصدير إشاعات كل يوم، إشاعات مختلفة ومتتابعة واختلاق أسباب واختلاق ذرائع، وهذه الماكينة سوف تستمر معانا إلى أن يتم هزيمة جماعة الإخوان المسلمين على الساحة الأمنية هزيمة كاملة، لأنه وتطلب هي نفسها الحوار، وتطلب هي نفسها وقف أفمال العنف كما فعلت الجماعة الإسلامية. الإخوان المسلمين تنظيم كبير يستند إلى أموال ضخمة وراه مصالح كبيرة تتمثل ليس فقط في التنظيم العالمي للجماعة، ولكن في تركيا التي كانت تأمل أن تكون الإخوان المسلمين جسرا إلى عودة الخلافة العثمانية، في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تخطط
لتسوية المشكلة الفلسطينية تسوية نهائية على حساب مصر، وانتزاع ما يقرب من 15,000 متر مربع تضاف إلى قطاع غزة، وتسوية القضية الفلسطينية على حساب الوطن، أيضا كمان لقطر التي كانت تتصور أنها تستطيع أن تبني دورا كبيرا تؤثر في الشرق الأوسط من خلال تحالفها مع جماعات الإخوان المسلمين ومساندتها، بدعوى أن هم دول بدعوى بزوغ ربيع عربي جديد. يعني الإخوان المسلمين شيء كبير مش شيء صغير، وكويس جدا حتى الآن أن المصريين استطاعوا أن يهزموه على هذا النحو، لكن أنا واثق أنه الشعب واعي جدا لهذا، وأنه طيب يعني موضوع كمان صغير أن نعمل له سجن ولا ما نعملوش يعني سجن، هو صحيح نعمل طيب له مبنى. لا احنا عندنا فن 40 ثانية متبقية، لأن الحقيقة طيب الأساسية التي لا ينبغي القفز عليها ان في 30 مليون مصري خرجوا الى الشوارع والميادين صحيح يوم 30 طيب يونيو، يقولوا يسقط طيب حكم في الجماعه والمش. في عناوين يا استاذ مكرم لو سمحت لي، في عناوين كيف ترى حال، كيف تستشرف عام 2015؟ اعتقد انه سوف يكون عاما جيدا بمصر، سترتفع معدلات التنميه، ستبدو بعض الاثار الطبيعيه للمشروعات القوميه التي تستهدف تحسين احوال المصريين، سيكون لدينا برلمان، لا أقول أنه سوف يكون أحسن البرلمانات، ولكنه لن يشكل عقبة بالنسبة للسيسي، ولن يشكل عقبة بالنسبة للتقدم المصري. سيقع هناك سيكبر الوفاق ما بين مصر وأوروبا، ستضطر الولايات المتحدة تمام إلى أن تعيد طيب النظر في قراراتها. آخر عنوان يا فندم بالنسبة للقطر، آخر عنوان بالنسبة لقطر، علاقات المسيرة القطرية، أعتقد يعني نحن في انتظار قطر، وأهلا ومرحبا. أستاذ مكرم محمد أحمد الكاتب الصحفي الكبير ونقيب الصحفيين الأسبق، شكرا جزيلا ليك يا فندم، دائما نسعد بوجودك معنا ونورتنا. أهلا بك، وشكرا لكم على حسن المتابعة. غدا بإذن الله وحوله مصر في ساعة مع الزميلة سوزان الجزامي، في أمان الله.